أهلا بكم في لايف مشاهدينا الكرام، نناقش فيه اليوم: هدنة مؤقتة في طرابلس بعد أيام من القتال العنيف. ما يزال هذا هو الشغل الشاغل مشاهدينا الكرام، وهذا هو موضوعنا الرئيسي اليوم. أهلا بكم. عشرات القتلى والجرحى في إحصائية دامية لثلاثة أيام من القتال العنيف بين مجموعات مسلحة في الجنوب الشرقي للعاصمة طرابلس. المعركة هذه المرة على غير كل المعارك السابقة، فهي لا تحمل طابعا سياسيا خالصا، بمعنى أنها تخلو من دعم تيار سياسي معلن يبحث عن نفسه وسط الخارطة السائلة والمتغيرة. ثلاثة أيام من الرعب، ثلاثة أيام من انتظار الموت في أي وقت، من الخوف، من الهلع. عائلات غادرت وأخرى ظلت عالقة. لا الهلال الأحمر استطاع الدخول إلى أماكن القتال، ولا جهود الهدنة الأولى كان بمقدورها أن تنهي الأزمة. هنا كان لابد من عقد اجتماعات موسعة للجهات الحكومية وغير الحكومية. السراج أبرز الحاضرين وأبرز الغائبين أيضا، يجتمع مع القادة الأمنيين والعسكريين الذين رقاهم ونصبهم، وكذلك أعيان ليبيا وحكماؤها لا تكل مساعيهم لإنهاء القتال ولو بصيغة مؤقتة لإفساح الطريق أمام انتشال الجثث التي تتطابق المعلومات والمصادر بأنهم وصلوا حد 40. كل هذا يحدث في طرابلس التي كتب عليها فيما يبدو أن تشهد كل عام قتالا عنيفا يزيدها سوادا وترهلا، يحطم مبانيها ويهلك بنيتها التحتية ويحيل حياة سكانها جحيما. سياسيا سئم مجلس النواب من ضعف الرئاسي، قرر أعضاؤه بالأغلبية التي لم تحضر للتصويت على قانون الاستفتاء، قرروا جميعا إعادة طرح فكرة قديمة كانت لم تتحقق، وهي تشكيل مجلس رئاسي مصغر. سندهم في هذه الفكرة المجلس الأعلى للدولة، فرد الرئاسي عبر متحدثه بأن هذه الخطوة قد تعرقل مسار التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية، ليتداخل ولكن من بعيد السياسي مع العسكري، ليس على شاكلة فجر ليبيا ولكن بصورة أقل قد تبين لنا خارطة التحالفات في المرحلة القادمة. نناقش في لايف اليوم مشاهدينا الكرام اشتباكات طرابلس وانعكاساتها السياسية. أهلا بكم. توا رجوع طرهونا لواء السابع ونقول لهم وين؟ نبوا احنا من اللي بات في الليل. ونهدى في طرابلس بيد الله، نرفع عليكم ان شاء الله هالذل والبهانة، وحنحط الحق بيد الله. قاعد هنا على المحدة النخلية، والله بعون الله بالنصر، والله جاي. تم بعون الله تعالى اليوم الأربعاء الموافق 29/8/2018 ميلادية الاتفاق على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 11 من اليوم نفسه.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ما تزال الأحداث في طرابلس هي الشغل الشاغل، هي الأحداث الأكثر سخونة التي نركز عليها هذه الأيام في تغطياتنا مشاهدينا الكرام. نحاول في هذه الحلقة أن نتناول هذه المسألة من أكثر من زاوية مع أكثر من شخصية تواصلنا معهم. شكرا لكل الشخصيات التي وافقت أن تكون معنا في أصعب الظروف وفي أحلك الظروف، وأيضا نقدر كل الشخصيات الذين تواصلنا معهم اليوم واعتذروا نظرا لحساسية الموقف ونظرا لأن هنالك جهود الآن في هذه الأوقات من أجل ربما احتواء الأزمة ومن أجل إيقاف نزيف الدم وأيضا إفساح المجال للعائلات اللي موجودة جنوب شرق العاصمة طرابلس من أجل الخروج وأيضا من أجل الحفاظ على ممتلكاتهم وأيضا على أرواحهم بالدرجة الأولى. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سيكون معنا جملة من الضيوف، سيكون معنا الدكتور سعد المريمي عضو مجلس النواب ليحدثنا عن موقف مجلس النواب وكذلك تماهي مجلس الدولة في بيانه الأخير أو في موقفه الأخير مع موقف مجلس النواب. كذلك وافق السيد صالح الفاندي وهو رئيس مجلس مشائخ قبائل ترهونة متفضلا ومشكورا أن يكون معنا، نحن الآن نتصل به على الهواء مباشرة، نتمنى أن يوضح لنا بعض النقاط وبعض الملابسات وأيضا موقف قبائل ترهونة التي نكن لها كل تقدير واحترام موقفهم من الأحداث المسلحة في العاصمة طرابلس. أيضا سيكون معنا من العاصمة المصرية القاهرة الكاتب الصحفي فوزي الحداد وكذلك من جربة التونسية مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة الأستاذ إبراهيم الدباشي، وسيكون معنا في ما تبقى من حلقة السيد سليمان البيوضي المتابع للشأن العام من مدينة مصراتة. يخبرني الزملاء بأن الدكتور سعد المريمي جاهز معنا. شكرا دكتور لتلبية الدعوة، يهمنا أن نتناول معك وأنت الآن من قلب طرابلس موقف مجلس النواب، موقف الأعضاء المؤيدين للاتفاق وأيضا الرافضين للاتفاق، كيف تقرأ هذا الموقف وأيضا تماهي موقف مجلس الدولة مع هذه البيانات الأخيرة من أعضاء مجلس النواب؟ السلام عليكم. عليك السلام لك وللأخوة المشاهدين جميعا. أولا بادي اللي بدأ نأمن من الله أن يراعى كل الليبيين مصلحة الوطن وأن يقفوا نزيف الدم الموجود وأن يراعوا مشاكل الناس التي حدثت لها 3-4 أيام نتيجة الإشكاليات اللي موجودة والتنازع والتراشق بالنيران والضرب، إنها حرب الخاسر فيها ليبي والمشاكل التي تعاني بها كلها من الليبيين. ونأمل من الله سبحانه وتعالى كل ليبي أن يراعي وطنه في هذا الموقف وأن يتنازل أكثر ما يكون بحيث ويلجأ إلى طاولة المفاوضات وأن يتنازل في سبيل الوطن لوقف النزيف هذا ووقف الحرب اللي هي موجودة حاليا. هناك الكثير والكثير من المواطنين تضرروا من هذا نتيجة الموت اللي صار في حدود 15 أو 20 إلى جانب حوالي 70 أو 85 مضطرين جرحى. هناك الكثير من مباني وهناك كثير من الأضرار تضرت، ولكن نأمل ونطلب من كل الأخوة أن يراعوا أخوانهم وأهلهم في هذا الموقف وأن يكفوا عن هذا الجدال وأن يأتوا إلى طاولة المفاوضات في سبيل وقف النزيف هذا. طيب نعم. هذا فيما يتعلق بالأحداث. الآن نفس السؤال دكتور سعد، بيانات النواب وأيضا معها موقف الدولة، كيف تراه وهل هو للضغط على الرئاسة سياسيا؟ الكلام في هذا المنوال كثير وكثير جدا. المتتبع لهذا أن الاتفاق السياسي لصالة الاستخيارات في سنة 2015 نهاية وكذا كان هناك بعض من أعضاء مجلس النواب مؤيدين لهذا الاتفاق والبعض الآخر غير مؤيدين للاتفاق السياسي نتيجة للظروف المتاحة في ذلك الوقت ونتيجة المشاكل التي حدثت. ولكن على أي حال هناك في حدود 70 أو 75 نائب ذهبوا إلى السفارات في ذلك الزمن ووقعوا بالموافقة أو الاتفاق مع أو الموافقة على الاتفاق السياسي الموجود، وهناك بعض من أعضاء مجلس النواب لم يذهبوا وتم. من وجهة نظري الشخصية في ذلك الوقت بغض النظر على رأي المجتمع الدولي وتكليف المجلس الرئاسي في ذلك الوقت الاتفاق السياسي، لكن هي تعتبر وثيقة غير دستورية لأن عبارة عن
أسماء من أعضاء مجلس النواب تم الاتفاق، ولكن لم تصدر تأخذ الصبغة الدستورية من داخل مجلس النواب بالتوقيع على الاتفاق السياسي. وحدث ذلك عدة مرات، وتمت المجتمع الدولي كلف مجلس الرئاسة، والقصة ما هي وصلت إلى مجلس النواب. طيب. ومجلس النواب لم يعد الثقة لها الحكومة. طيب، لكن الآن دكتور الآن هو هذا السرد التاريخي مهم جدا لتبيان موقفك الشخصي، ونحن كلنا نعلم أنك لم تكن راضيا على الاتفاق الأخير بصيغته النهائية، ولكن اليوم عندنا مواقف، عندنا مجلس نواب أو كتلة مؤيدة وكتلة معارضة تشترك في موقف واحد، ومعها أيضا مجلس الدولة. كيف يمكن أن نقرأ هذا المشهد، وهل يمكن أن تنجح هذه الضغوط لمحاولة تشكيل مجلس رئاسي جديد، خصوصا أنه السنة الماضية كان في اجتماعات ولم تنجح هذه المساعي؟ هو في الحقيقة بأيدي حامل أحوال، نحن ندفع بالاتفاق بين أعضاء مجلس النواب والتجمع، وإزالة المشاكل المتعلقة بين بعض الكتل الموجودة داخل مجلس النواب، ونؤيد الاتفاق هذا بحيث أن هي على الأقل ندفع بمجلس النواب أن يحل المشاكل الموجودة حاليا، ووضع اللوم الكثير على حكومة الوفاق. لكن لما جي للواقع أن حكومة الوفاق ما هو بيدها حاليا، إذا كان هو الاتفاق الأمني ولموجود في الاتفاق السياسي لم يفعل وكذا، وأنت حاليا تقول والله حكومة الوفاق لم تقوم بشيء. أنا لا أدافع على حكومة الوفاق بقدر لأنني لم أوافق على حكومة الوفاق سابقا، ولكن الحق يقال في 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 وقته وفي مكانه. أن أنت حاليا تلوم حكومة الوفاق أنها كان، لكن حكومة الوفاق ما بيدها شيء، وإحنا عارفين هي مؤتمرة من الخارج وتسيس الأمور بالأمور. طيب. هو في نفس الموقف دكتور، هو في نفس الموقف الرئاسي رد على هذه البيانات، وقال بأنها تعرقل هذه البيانات، تعرقل مساعي التجهيز للانتخابات. هل هذا الكلام تراه منطق اليوم، خصوصا أن هناك الكثير من الدعوات تؤيد إجراء الانتخابات، لأنها ترى أن الانتخابات هي المخرج الوحيد لكل الفوضى الحاصلة الآن؟ أنا أحد الناس إذا كان متتبع بالموقف هذا من المطالبين بانتخابات مبكرة من السنة الماضية أو ما قبل السنة الماضية، ولا من داعمين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن، لأني أرى هو الحل الوحيد حاليا في ليبيا. التعرقيل الذي يحدث الآن في عدم إصدار قانون الاستفتاء قد يكون مبرمج وممنهج لهذا السبب، لعدم الإسراع في عملية الانتخابات. هناك القاعدة الدستورية لم تنشأ بعد، المشاكل التي حدثت في قانون الاستفتاء والجميع يعلم بها، الحواجز التي وضعت في المواد الموجودة في قانون الاستفتاء وعملية التعقيد فيها وإطالتها لا تخفى على كثير من الناس. ولكن مع هذا أنا أرى أنه هو الحل الوحيد حاليا للإسراع في عملية الانتخابات. إذا كان هي مبادرة فرنسا بالإسراع في الانتخابات في شهر ديسمبر، ثم دخل الإيطاليين على الخط لكن طيب، لكن أيضا يقال يا دكتور، لكن أيضا يقال أنه جزء من المسؤولية، جزء من هذا المشهد الدموي في طرابلس الآن وأنت تحدثني من قلبها، هو لأنه مجلس النواب لم يكن على قدر المسؤولية ولم يستطع أن يملأ الفراغات، وأيضا ترك المجلس الرئاسي لوحده تقريبا 3 سنوات من دون محاسبة، لا اعترف بالمجلس الرئاسي، وكان رقيب ولا استطاع أن هو ينهي هذا المجلس ويكون مجلس جديد. فبالتالي جزء من المسؤولية يراها كثير بأنها تقع عليكم دكتور. احنا لا نتهرب من المسؤولية نتيجة، ولكن نتيجة الانشقاق اللي هو المذكور سابقا بين أعضاء مجلس النواب كل على خصوصه، وهناك الإمكانيات اللي موجودة داخليا وخارجيا، ونحن نعرف الجميع أن هناك الأجندة الخارجية هي التي تسير في معظم من الأشياء داخل البلد. لكن الأعضاء مجلس النواب لم يعطوا الثقة بحكومة الوفاق ذلك الوقت، والأسباب التي كثيرة وكثيرة نستطيع أن نشردها في عدة مواقف. وهذا الشيء اللي هو من ناحية أن ما أعطاش
الحرية الكاملة لحكومة الوفاق أو الاتفاق السياسي نتيجة اللي هي نتيجة الأشياء اللي هي موجودة داخل ليبيا سواء كان شرقا أو غربا أو جنوبا. نعم دكتور. لا ننسى ذلك أن هناك في المنطقة الشرقية أن الجيش الليبي قام بتحرير المنطقة الشرقية كاملة من حيث الإرهاب سواء كان في بنغازي أو كان في درنة، وهناك الأصول هي موجودة. كذلك أن بعض التشكيلات اللي هي موجودة داخل طرابلس حالية تتصارع على السلطة اللي هي موجودة، فالإشكال ليس بالسهل. الحل الوحيد لهذا هو ان احنا المفروض نذهب بسرعه انتخابات عمليه الانتخابات الرئاسيه. واضحه الصوره دكتور. انتخاب الرئيس. شكرا جزيلا لك الدكتور سعد المريمي عضو مجلس النواب، حدثتنا من طرابلس. الان نستقبل معنا من العاصمه المصريه القاهره مشاهدينا الكرام السيد فوزي الحداد الكاتب الصحفي. شكرا لتلبيه الدعوه، الموضوع حساس جدا سيد فوزي. المشهد في طرابلس كيف تقراه؟ وهل حكومة الوفاق تقاتل بعضها؟ وزارة الداخلية تقاتل وزارة الدفاع؟ مساء الخير طه وكذا مشاهدينك الأكارم. الحقيقة والوضع فعلا بلد عقيم، وأيضا يبدو حتى أفتح عصي على الحل في الأرض اليوم دون لأن ما يحدث في الأرض سبق حدث مارات عدة على مدى على الأقل يعني خلال السنتين الماضيتين، حصلت حروب مثل هذه تستمر اياما في عاصمة. سيد فوزي، سيد فوزي لو سمحت حتى نسمعوك بشكل واضح. سيد فوزي اعذرني ولكن خليك في مكان فيه تغطيه ارجوك حتى نقدر نسمعوك والساده المشاهدين بصوت واضح. من ذلك؟ نعم واضح الصوت. طيب هكذا؟ طيب جرب الان ترى. نعم اذا كان الصوت واضح حتى نرجع. نعم طيب. فأنا أقول أن إجابة على سؤالك ليس حكومة الوفاق هي التي تحارب بعضها البعض، وإنما الواقع يقول أن هذه الميليشيات وهذه التنظيمات المسلحة تعلن ولاءها هي من جانبها هي لأي حكومة تحكم طرابلس سواء الحكومة السابقة من دعم الكين وحتى حكومة الوفاق الحالية، بمعنى أن تبعيتها للدولة أو لأجهزة الدولة هي تبعية نظرية ورقية فقط لغاية الحصول على المالية على المرتبات على عدم الطعن فيها بشكل محلي أو شكل دولة باعتبار أن لها شكل عام يوحي بأنها شرعية، ولكن في الواقع هي تتبع قادتها. يعني الصراع الآن سيد فوزي الصراع الآن حتى نشخصوه بشكل أوضح، الصراع الآن هو بين الحكام الحقيقيين لطرابلس. صدقت بالفعل. نعم هذا هو التصحيح او التصحيح. مش المجلس الرئاسي هو المتنفذ غربا، المجموعات المسلحه هي التي تحكم بوضوح بكل. نعم من يملك السلاح في ليبيا هو من يحكم الان، وباعتبار ان طرابلس هي عاصمه ليبيا تتمركز فيها مجموعات مسلحه، حصل فيما بينها في الاونه الاخيره شيء توازن القوى، جعل كل مجموعه تكتفي بمنطقتها الجغرافيه بما تحصل عليه من الحكومه، ولكن اذا ما رات احدى هذه المجموعات انها يمكنها رات في نفسها بعض قوه يمكنها ان تاخذ مساحه جغرافيه اخرى او تتمركز تمركزا اخر يمكنها من الحصول على امتيازات اكبر لانها تقوم وتفعل اي حرب من هذا المحكم حصل من قابلس. دائما التفاوض يتم حول قسمه ما ينبغي ان يقتسم بين هذه الميليشيات المسلحه التي يحكمها قادتها وامرائها، يعني نفس القاده لا يتغيرون على الاطلاق. اذا كانت هذه التفاوض والمشكلات تدفع فعلا حكومه الاطلاق ساعتها يتم التداول حتى سلميا على قياده مثل هذه الثورات او مثل هذه السيارات المسلحه، ولكن هذا طبعا الحدث حتى اشتهر عندنا المجموعات المسلحه كل مجموعه باسم قيدها، يعني وكانها من يرى هذا الاشتباك وان كان دمويا ومسلحا هنالك من يراه فيه فائده لانه سيعيد تموضع المجموعات المسلحه وايضا سيضغط باتجاه اعاده تنفيذ الترتيبات الامنيه وايضا سيقلل ربما من توحش وتغول مجموعات طرابلس واستفرادها ربما بالمشهد وايضا سيطرتها على كل المؤسسات وهياكل الدوله في طرابلس. أنا لا أتصور أن ما حدث يمكن أن يكون له تداعيات سياسية. خصوصا في ظل الوضع الحالي وجود اتفاق سياسي غير مشرعا
مجلس الدولة موجود في العاصمة طرابلس يحاول أن يمارس ربع دور. مجلس النواب الذي يفترض فيه أن يعمل أيضا لا يمارس أي دور بالمطلق الحقيقة ويكسو جميع أعماله يطبعها العجز والفشل. وأنت رأيت أن حتى قانون الاستفتاء لكن يعني لكن مسألة المشرعن يا سيد فوزي لم يعد الكثير يلتفت إليها في أمر واقع. المجلس الرئاسي موجود ومعترف به دوليا، وأيضا حتى بيانات مجلس النواب للكتلة الرافضة وأيضا الكتلة الموافقة في اعتراف مبطن وضمني بشرعية المجلس الرئاسي، إن لم تكن شرعية دستورية فهي شرعية الوجود، شرعية الأمر الواقع. لا، خلينا نفصل هذه النقطة. بالنسبة للمجلس الرئاسي هو يعتبر ثمت الموافقة عليه حتى من مجلس النواب عندما وافقوا عليه بنسبة 25-2 2016 على محترق 15 نعم، وقبلوا منهم حكومتين، رفضوا الحكومة الأولى ومن ثم رفضوا أيضا الحكومة الثانية مجلس النواب. هذا الأمر هو ما يثبت أن المجلس الرئاسي عندما وصل إلى هذه التشكيلة من 9 رؤوس جاء برضا مجلس النواب، وبالتالي ولا شرعية قانونية حكومته فقط التي لم تنل هذه الشرعية، وبقيت حكومة مفوضة حتى الآن، ما جعل يعني معظم أعمالها يطبعها العجز عن الإيفاء بما يجب عليها أن توفي به في ليبيا، فظهرت هذه المشاكل الأمنية والاقتصادية وما إليها. لكن الوضع الحالي الآن لا يمكن أن تحركه سياسيا الحقيقة مثل هذه التحركات، هي فقط تعيد برمجة بعض الحسابات العسكرية الخاصة بهذه الميليشيات هم يمارسوا في دور سياسي. سيد فوزي، يبدو أن المجموعات المسلحة بعد 7 و8 سنوات أصبحت هي من تمثل نفسها بنفسها، لم يعد لكل مجموعة مسلحة واجهة سياسية، يبدو أنهم اكتسبوا خبرة سياسية وأيضا عرفوا الأمور كيف تسير على الأقل في طرابلس، ويعرفوا بأن حتى يكون لك نفوذ وحضور لابد أنك تكون موجود في العاصمة. سيد فوزي. أيوة نعم، معك الآن، نسمعك الآن. الآن أسمعك، لم أسمع السؤال. طيب، أنا كنت في نفس النقطة التي كنت أتحدث عنها، ربما تداخل السياسي بالعسكري. السياسيين يعني على جنب الآن، المجموعات المسلحة هي من تمثل نفسها بنفسها سياسيا، هي ربما اكتسبت رصيد من الخبرة خلال 7 و8 سنوات وأصبحت أكبر وترفض أن يتم تمثيلها سياسيا من قبل بعض الأطراف، هي تريد أن تمثل نفسها بنفسها. صحيح. هذا ايضا صحيح، لان هذه المجموعات المسلحه الان ادركت اللعبه الموجوده وهي مستفيده الان من الانقسام السياسي، وهي تغير نفسها بحسب الظروف، يعني ممكن ان تنحاز لطرف سياسي معين، ويمكن ايضا ان تخذل طرف سياسي ما بحسب الاهواء وبحسب ما ترى في مصلحتها. ولكن ليكن معلوما ايضا لدى الجميع ان هذه المجموعات المسلحه اذا ما رات وأن هناك ترتيبات أمنية حقيقية سوف نضيح بها جميعا، وأعتقد أن ستتوحد كلها ضد هذا ابقى معي سيد فوزي. ابقى معي سيد فوزي، ما زلت معنا على الهواء. نشرك معنا سادة المشاهدين السيد إبراهيم الدباشي. سيد إبراهيم، شكرا لتلبية الدعوة برغم التعب والوصول من السفر، شكرا جزيلا. الأمور في طرابلس سيد إبراهيم كيف تقيمها؟ أين تصنفها؟ وأيضا الأمور إلى أين تتجه؟ مساء الخير وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. للأسف الشديد ما يجري في طرابلس الآن كان متوقع، يعني الحقيقة ليس أمر جديد بحكم الانقسام السياسي، بحكم عدم وجود قوة حقيقية تسيطر على الوضع وهيمنة المجموعات المسلحة على الحياة بالكامل في العاصمة. وطبعا يعني نحن نعرف طبيعة المجموعات المسلحة، يعني من طرد من طرابلس وكان له موقع وكان يسيطر على بعض موارد الدولة، من الطبيعي أن يعمل بكل ما يستطيع من أجل أن يعود. من لم يكن له موقع قدم في طرابلس ولديه القوة سيبدو المستحيل من أجل أن يكون متواجد أيضا في طرابلس، لأن للأسف العاصمة مغرية، العاصمة يعني موارد الدولة الرئيسية جميعها تدار من العاصمة،
فمن الطبيعي يعني أمر متوقع. وطبعا موازين القوة تتغير باستمرار في بين المجموعات المسلحة، وعدم وجود قوة عسكرية منظمة ومعترف بها ولديها اليد العليا، فهذا أمر متوقع. كنا نتمنى أن حكومة الوفاق التي حصلت على الدعم الدولي بالرغم من عدم وجود دعم محلي، كنا نتوقع أنها ستستفيد من هذا الدعم الدولي لإنشاء قوة قادرة على تساعد أي حكومة قادمة من إدارة شؤون الدولة، لكن هذا لم يحصل. ومن ثم هذا في ارتقاف سيستمر يعني. وجودك معنا محدود في دقائق محدودة سيد إبراهيم، فنريد الاستفادة بطرح أكبر قدر ممكن من الأسئلة. لطالما تحدث الكثير سيد الدباشي بأن الدخول لطرابلس مسألة لها علاقة مباشرة بالإعاز الدولي أو بالموافقة الدولية، هل هذا بالفعل حدث الآن؟ في تصوري أنها يعني على الأقل ما لم يكن بإعاز دولي فهو يعني بسماح دولي، أن هذا الأمر يعني أن هناك تلميحات بأنهم لن يعترضوا عليه. والحقيقة هذا توقعناه من عندما حصل المماطلة وحصلت بعض الدول وخاصة إيطاليا وبريطانيا عندما اعترضت على الانتخابات، كنا نتوقع أنها لو فشلوا في إيقاف الانتخابات وعدم إجراها من الممكن أن يخلقوا مشاكل وأن تدخل البلاد في حرب جديدة، وقد يكون بس هذه المجموعات لطالما كانت توصف بأنها المعرقلة للاتفاق السياسي، كيف الآن يسمح لها بالدخول من جديد؟ هي هذا السؤال الحقيقة الكبير، يعني هل هناك دول تتحدث بوضوح ضد هذه المجموعات وتقول بوضوح بأنها داعمة للسيد السراج وحكومته؟ فلماذا لم تتدخل في الوقت الحالي وتمنع وصولها إلى طرابلس؟ يعني حركة المجموعات المسلحة، حركة الأسلحة، حركة الآليات مرصودة بالدقة وبالتمام من هذه الدول التي تسير طائراتها يوميا فوق في الأجواء الليبية، ومن ثم لا أعتقد بأن هناك شيء سري. وبإمكان يعني هذه الدول يعني سيد إبراهيم نعم يعني وكأن الدول الغربية لم تعد تثق تماما بفايز السراج والمجلس الرئاسي. لا، هي الدول الغربية للأسف يعني من المؤكد أنها أصبحت تشعر منذ فترة، يعني تعرف أن السيد السراج لا يمكن أن يقود البلد، لأن للأسف يعني شخصية باهتة أوتي بها ربما تتعلم ولكنها لم تتعلم، يعني ليست لديها القدرة ولم تحاول أن تكتسب هذه القدرة. ومن ثم الحقيقة من المؤكد أن جميع الدول الغربية الآن تبحث عن شخصيات ممكن أن تخدم مصالحها وتقوم بتهيئتها للانتخابات القادمة، ولكن هي فقط تعارض إجراء الانتخابات في الوقت الحالي لأنها ليست لديها مرشحين الخاصين لهذه الانتخابات. يعني سيد إبراهيم، المجلس الرئاسي تحديدا أين أخطأ؟ هو أين أصاب للأسف، ليس أخطأ، أين أخطأ؟ يعني المجلس الرئاسي لا للأسف لم تسك في شيء. يعني أي حكومة كنا نتوقع منذ الثورة إلى الآن، أي حكومة كانت ستأتي أول شيء تقوم به هو يعني تغيير الوضع الراهن، تغيير الفوضى المؤسساتية والفوضى الأمنية الموجودة في البلاد. لم يتم أي إجراء على الإطلاق، إجراء جدي فيما يتعلق بإنهاء الفوضى الأمنية ولا إنهاء الازدواج المؤسساتي والفوضى المؤسساتية. ومن ثم الحقيقة كل الخطوات التي تقوم بها حكومة السيد السراج هي خطوات يعني لا تفيد على الإطلاق، فهو من ثم للأسف لم يصب في شيء، هو أخطأ في كل شيء. طيب هذه الحرب في المحصلة هنالك من يقول أنها سوف تعيد رسم الخارطة السياسية، هل هذا ضروري سيد إبراهيم خصوصا قبل الاستحقاقات الانتخابية في حال أجريت بالفعل؟ لا أعتقد أنها تعيد رسم الخارطة السياسية، يعني الخارطة السياسية يعني ربما تعيد رسم الخارطة الجغرافية داخل مدينة طرابلس، وإذا كانت هناك 9 مجموعات مسلحة تسيطر على مناطق معينة من طرابلس قد يرتفع العدد إلى 14 مجموعة مسلحة ويقتسم الأحياء المختلفة، ولكن لا أعتقد أنها ستغير، قد تغير الجغرافيا داخل مدينة طرابلس وربما حتى خارجها، ولكن حتما لن تغير الخارطة السياسية. طيب هنالك من بات يطرح اليوم بصوت عالي فكرة قوات حفظ سلام، ما رأيك بالفكرة سيد إبراهيم؟
هي قوات حفظ السلام من حيث المبدا الان ربما اصبح الليبيون يعني يتقبلونها بحكم للاسف يعني الليبيين بصوره عامه كانوا يعتقدون ان القوات الاجنبيه حتى ولو كانت قوات تابعه للامم المتحده فهي في النهايه وجود اجنبي غير مرغوب فيه، ولكن الان بعد هذه الممارسات وهذه التجاوزات وهذه الجرائم التي ارتكبتها العديد من المجموعات المسلحه ربما اصبح هذا الامر مقبول، ولكن هناك عوائق كبيره من يعني داخل الامم المتحده لاقرار قوه حفظ السلام لتاتي لليبيا، الى اين ستاتي واين ستتمركز، وهل الدول مستعده لان يموت ابنائها في ظل هذه الفوضى الامنيه ام لا؟ طبعا احد الشروط الاساسيه لنشر قوه حفظ السلام هو موافقه كل القوى الموجوده المسلحه الموجوده على الارض، وهذا لم يحصل في ليبيا للاسف. طيب هل هي فرضيه الان ممكنه التحقق؟ اعتقد انها يعني ربما فرضيه يمكن ان تطلب، ولكن التحقق اعتقد انه صعب جدا يعني. طيب لا اريد ان اقول مستحيل ولكنه صعب جدا. طيب اخيرا من التشخيص لمحاوله ربما الحديث عن الحلول، ان كان في حلول تلوح في الافق سيد ابراهيم الدباشي، البعثه الامميه تقول ان غسان سلامه يبحث عن حلول اطول من اجل امن طرابلس، هكذا بهذا العنوان، برايك ما هو شكل هذه الحلول التي يمكن ان تتحقق الان؟ لا هو الحد يكمن في البرامج المعروفه لنزع السلاح والتسريح واعاده الادماج، هذه البرامج تعرفها الامم المتحده جيدا، وهذا البرنامج كان المفروض ان يكون اول اولويه بعثه الامم المتحده للدعم في ليبيا، واعتقد انه حان الوقت لان تقوم بعثه الامم المتحده بوضع هذا البرنامج وان توافق عليه جميع المجموعات المسلحه و تضغط كل الدول والقوى الكبرى والامم المتحده من اجل تنفيذه والبدايه في تنفيذه فورا، وحتى يعني في اطار الاجراءات الامنيه التي كانت موجوده في الاتفاق السياسي هناك بعض الاجراءات التي يجب ان تتم، يجب ان تؤخذ في الاعتبار الاجراءات الامنيه الموجوده في الاتفاق السياسي بالاضافه الى برنامج متكامل لنزع السلاح والتسليح واعاده الادماج، وهذا الامر يمكن ان تشرف عليه بعثه الامم المتحده وهو الاولويه في الوقت الحالي حتى يمكن للدوله ان يستتب الامن وان تصل الى الانتخابات في جو امن. هل بعد هذه الفوضى سنرى ربما تحقيقا على الارض لمساله الترتيبات الامنيه في الاتفاق؟ اعتقد بالنسبه للاتفاق السياسي تجاوزه الزمن ولن الترتيبات الامنيه تحديدا، الترتيبات خروج الترتيبات كل المجموعات 30 كيلومتر، يعني الترتيبات الامنيه يمكن ان هي خطوات جيده يمكن الاستفاده منها في خطه اوسع، في خطه اوسع كيف مثلا سيد ابراهيم كيف يمكن الاستفاده منها، كيف يمكن استلال هذه الترتيبات سلها من الاتفاق وربما بلورتها في خطه اوسع؟ كيف يعني برنامج نزع السلاح هو طبعا دائما برنامج يتكون من نزع السلاح والتسريح وتسريح اعضاء المجموعات المسلحه واعاده الادماج من جهه الدوله. برنامج نزع السلاح من الممكن ان يحتوي يعني لكي ينجح من الممكن ان يحتوي على عدد من الخطوات الموجوده في الترتيبات الامنيه الوارده في الاتفاق السياسي، وحتى لو لم يعني هو دائما برامج نزع السلاح فيها مثل هذه الاجراءات، ومن ثم ممكن دمجها، واذا كان البرنامج يعني تؤخذ في هذا برنامج نزع السلاح ممكن ان تنفذ، يعني اذا كانت طيب. فيه نيه حقيقيه لدى المجتمع الدولي، اذا كان هؤلاء الذين يدعون انهم يريدون مساعده ليبيا صادقين في مساعدتها، صادقين في ايجاد حكومه وحده وطنيه وتوحيد المؤسسات، فهذا ممكن بالضغط على انا متاكد ان كل هذه المجموعات المسلحه لو تم الضغط عليها بطريقه حقيقيه وبطريقه فعليه حتى لو فرض انها الانسحاب المعسكري فستنسحب. شكرا جزيلا لك مندوب ليبيا السابق لدى الامم المتحده ابراهيم الدباشي، حدثنا من تونس. مشاهدينا الكرام ما يزال معنا السيد فوزي الحداد، وننوه باننا منذ بدايه الحلقه نتصل باستمرار بالسيد صالح الفاندي رئيس مجلس مشايخ قبائل ترهونه الذي وعدنا بان يكون معنا في هذه الحلقه وان يبين لنا الموقف الرسمي لمدينه ترهونه ولقبائل ترهونه التي نكن لها كل تقدير واحترام من اجل ان يوفقنا. كل اتصالات لم يتم الرد عليها، نقدر كل المشاغل
اللي السيد صالح الفاندي خصوصا في هذه الساعات، المجهودات كبيرة جدا من أجل احتواء الأزمة. في الجزء الثاني سيلتحق بنا من مدينة مصراتة سيد سليمان البيوضي، وأيضا يبقى معنا سيد فوزي الحداد من العاصمة المصرية القاهرة. فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا. ما زلنا في نفس الموضوع عن تطورات الأحداث العسكرية وأيضا الانعكاسات السياسية عن الاشتباكات التي حدثت جنوب شرق طرابلس في الأيام الماضية. الآن يلتحق بنا من مدينة مصراتة عبر الهاتف، للأسف كان من المفترض أن يكون معنا بالصوت والصورة، سليمان البيوضي. سليمان مرحبا بك، شكرا لتلبية الدعوة في لايف. كيف تقرأ هذه الفوضى المسلحة في طرابلس بين المجموعات المسلحة، وإلى أين يمكن أن تؤدي؟ أهلا وسهلا بك طه وبكل المشاهدين الكرام. بداية اسمح لي أن أترحم على كل الجهات التي الشائعات حولها طيب سليمان خليك في مكان في تغطية لو سمحت. أوكي. ما يحصل الآن أخي طه هو أمر طبيعي ومتوقع في ظل غياب الدولة وهذه الحالة من الحالة الرخوة في غرب ليبيا دون غيرها وغياب الدولة، وبالتالي من الطبيعي جدا أن تتحول الحالة الليبية أو يحصل هذا الصدام وتحديدا في منطقة غرب ليبيا، لأنها منطقة تختفي فيها الدولة وتختفي فيها القيادة المنطقية، وهو صراع رؤوس اسمح لي أن أصفها بالفارغة، كلها تبحث عن موقف لتصبح هي المتموقعة أو المتموضعة في المشهد السياسي القادم. ولعلنا تابعنا جميعا يوم أمس سلسلة البيانات المتتالية والتي دعت لإقالة أو سحب الثقة من سلطة الأمر الواقع في أبو ستة، والتي ردت اليوم بنوع آخر من الجنون عندما خرجت لتقول أنها لا تعلم من الذي قصف في ترخونة أو من الذي استخدم الطيران، وسيقت لنا مبررات يعني معيبة، بالإضافة إلى ما شاهدنا من القرار السري للغاية والذي انتشر كالنار في الحشيد في الصفحات التواصل الاجتماعي. بالتالي هذه الفوضى هي نتيجة طبيعية لحالة الرخوة في منطقة غرب ليبيا والتي تغيب فيها السلطة وتغيب فيها الدولة، وهذا الصدام لا نعلم مآلاته إلى أي حد وإلى أي مدى سيصل، وكل ما يساق الآن لا يمكن تبريره لان هناك الكثير من الابرياء ومدينه طرابلس او عاصمه. سنعود اليك سليمان لنسال عن الصوره في مدينه مصراته، وهل يمكن ان تنجر مصراته خصوصا وان هنالك من يريد ان يجرها. نعود الى سيد فوزي الحداد بسؤال اخير قبل ان نختم معه المداخله، متفضلا ومشكورا. سيد فوزي، طيب الحلول الان، الحلول التي تلوح في الافق، ما الذي يمكن ان يحدث لمحاوله تجنيب طرابلس هذا الصراع وايضا احتواء هذه الفوضى المسلحه؟ الحقيقة أن المشهد متقلب أيضا يبدو مستعصيا على الحل حتى الآن، لأن الحل ينتشر بكل هذا التدويت دون من يمكن أن يواجه هذا السلاح. أعتقد أقصد المجتمع الدولي الذي لا يريد أن يواجه المشكلة في أساساتها، أقصد مشكلة إنهاء وجود السلاح في ليبيا، وأيضا إيجاد مشكلة لرقص الأزمة، أقصد الأزمة السياسية في ليبيا، يترك الساحة لفرار السياسيين من أعضاء مجلس النواب أو مجلس الدولة يفعلون ما يشاءون، من خلال تعكير الزوج السياسي العام كل يوم عندنا نوع جديد، أخرها البيانات أمس
وهي يعني صراخ في الوادي لا أعتقد أن لها أي صدام لحل الأزمة في ليبيا، لأنهم بكل بساطة يحاولون أن يقولوا للشعب الليبي أن نراه كل المشاكل اللي حصلت كلها وحطوا الفرق الرئاسي، بينما أن معظم المشاكل اللي حصل أنها بسبب عدم التوافق داخل مجلس النواب وأيضا بسبب مجلس الدولة، يعني استثنوا أنفسهم باعتبارهم جزء من المشكلة، وهذا خطأ كبير جدا. أعتقد أن المسألة تحتاج إلى وقت. نعم. والأزمة الليبية لا أرى لها حلا في الأمد للأسف. للأسف. شكرا جزيلا لك فوز الحداد الكاتب الصحفي، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة. نعود مشاهدينا الكرام فيما تبقى من وقت إلى مدينة مصراتة مع المتابع للشأن العام سليمان البيض. سليمان، هنالك من يريد بشكل مباشر أن يجر مصراتة إلى هذا الصراع الدائر، هل يمكن أن يحدث هذا فعلا؟ زيد، بداية طه، يعني أنا لا أريد أن أكون في موقع المدافع أو موقع الطارئ بعمق للمشهد، فهو أمر الصدام في طرابلس ورهين بتلك الحالة العامة، ومصراتة جزء من هذه الحالة، ولا يمكن استثناء جزء منها أو طرف منها، أو لا يمكن القول بأنه لا يوجد منها مقاتلين هناك، لكن سأفصل تماما بين العملية السياسية والعملية العسكرية والعملية المجتمعية. بمعنى سياسيا أعتقد أن النواب المقاطعين والذين لم يحلفوا اليمين الدستوري وأشركهم المجتمع الدولي في دوامة الحوار هم جزء لا يتجزأ ومسؤولين مسؤولية مباشرة وتاريخية عما حصل في ليبيا من 2014 لهذه اللحظة، وعليهم أن يعوا جيدا أنهم هم من سبب انقسام مباشر. وهنا أتحدث على المقاطعين في مصراتة أو غيرها، بالنسبة لكل المقاطعين من النواب تحديدا من قاطعوا من 2014 نهاية بمن قاطعوا في بعد ما تم توقيع الاتفاق السياسي، وهم يتحملون المسؤولية التاريخية على الانقسام السياسي وعلى عودة ما يسمى المؤتمر الوطني أو ما يسمى مجلس أعلى الدولة، وهم سبب رئيسي في هذه الأزمة، وعليهم أن يعوا أن بيانهم يوم أمس هم ومن يسمون أنفسهم داعمين للوفاق أنه حبر على ورق، وأنهم كيان مثلهم مثل المجلس الرئاسي ومثلهم مثل أي واقع اليوم فرض على الليبيين، وزاد من عذاباتهم وآلامهم وحجم مأساتهم، وربما وصل إلى مرحلة الإجلال لكل الليبيين في الطوابير وفي الشوارع وفي شح السيولة وفي هذا الغلاء ومن ثم هذا القتل الغير مبرر في مدينة طرابلس. هذا على المستوى السياسي. على المستوى المجتمعي كويس، صدقني اجتماعيا في مدينة مصراتة مثلها أي مثل أي مدينة ليبية، الناس يعني نحن عايشين بالشارع، ويعني المناسبات والأفراح والمآتم يعني حفظ الله كل الليبيين، والناس يعني قطعا كلهم يبحثوا على الأمن على الاستقرار، ملوا الحروب، ملوا هذه الصراعات التي لا جدوى لها، يعني كان حلمهم في فبراير بدولة جديدة ومدنية وحديثة ومتطورة، وجدوا أنفسهم يكاد يعودون إلى العصر الحجري، الناس قطعا اجتماعيا ملت، وهذه النسبة تفوق 80% طيب. من السكان في وعسكريا عسكري جيد عسكري، هناك فئتين عسكريات، فئة ترفض إلى هذه اللحظة قطعا بتاتا التوجه لأي صدام ضد الليبيين، وأغلب هذه القوة التي شاركت في معركة البنيان والتي فهمت جيدا ما معنى وجود الإرهاب وتغلغل في ليبيا، وهم يمثلون أكثر من 70% من القوة العسكرية في المدينة، وهم يرفضون بتاتا التدخل بأي صراع بين الليبيين أو الصدام المسلح تحت أي ظرف من الظروف إلا لمقاتلة الإرهاب وإنقاذ ما تبقى من ليبيا، أما ويؤكدون أنهم مستعدون للانخراط في الدولة ومؤسساتها إذا ما استتبت الدولة وأعيد تشكيل مؤسساتها الوطنية التنفيذية والعسكرية والمدنية، ولربما سيكون مجمل انخراطهم في العمل المدني إلى العمل العسكري. وهناك مجموعات أخرى شأنها شأن كل المجاميع التي دخلت في هذه الخلطة والتي تدخلت في العملية السياسية وتدخلت في الأيديولوجيات وتدخلت في هذه الوساطات، وهم نسبة محدودة ومشبعة بفكرة 17 فبراير. لا أعتقد أنها مشبعة بفكرة 17 فبراير بقدر ما هي مشبعة بالأبوال والمصالح، بمعنى يعني يا أخي طه أنا أحدثك اليوم وأنا أصبت في 17 فبراير مرتين ليست مرة واحدة، وكنت موجود وشاهد على وقائعها وأعرف كثير من ثوار 17 فبراير والذين أؤكد لك يقينا أن جلهم تركوا أسلحتهم وعادوا إلى حياتهم، وآخرون
يعني طيب. لم يعد لهم تحركهم المصلحة. طيب عندي دقيقة سليمان طيب. عندي دقيقة الآن، هل ترى أن الضرورة الآن ملحة لتنفيذ الترتيبات الأمنية لمحاولة الخروج بحل وسط ولملمت ما يمكن إلمامه من هذه الفوضى المبعثرة الآن؟ جيد، من دون شك أن الترتيبات الأمنية الموجودة في الاتفاق السياسي التي لم يطبقها مجلس الرئاسي أو غيره، وإنما انتهج نهج توزيع الأختام وبناء المؤسسات وشراء الولاءات ومحاولة هذه الفوضى العالمة التي نحن فيها، لكن تطبيقها أعتقد من الصعب، ولعل ريحة ما اليوم ليش صعب ما أصدره المجلس الرئاسي اليوم بالنسبة له لا يوجد لديه رغبة في تطبيق الترتيبات الأمنية عندما يقصد تدخل القوات وأخرى ومن ثم إعادة نفس القوات التي كانت موجودة. إذن هو لا يبحث عن حل، صدقني أخي طه، الحل يجب أن يفرضه الشارع، ولا حل في ليبيا مطلق الآن إلا أن نذهب للانتخابات بشكل عاجل وأن نفرض إطار دستوري وقانوني، أو تكون هناك قوة حقيقية عسكرية ملزمة قادرة على بسط الأمن وحفظ الدولة واستقرارها، وإلا نعم سليمان فإن الفوضى في طرابلس توقف وتتمدد حتى الوقت. شكرا جزيلا لك سليمان البيوضي المتابع لشأن العام، حدثنا عبر الهاتف من مدينة مصراتة. وصلنا للختام مشاهدينا، إلى اللقاء.